السي محمد اليازغي ورسية توري تقادر إجاية توادا تقادر إجان ستينو سباس كنتوري تمزك. إذن باللغة الأمازيغية حضرنا زميلي سعيد مماد من المحطات الأمازيغية. إن كما تعلمون سي اليازغي فهو هرم بالنسبة للصحافة المغربية، لعب أدوار حقيقية من أجل الدفاع عن حرية التعبير، الدفاع عن حرية الرأي، وهو في الواقع أكثر من صحفي، هو مناضل وطني، عمل بكل جهده ببعده السياسي وببعده كذلك المهني من أجل إعلاء كلمة الحق، من أجل الدفاع عن القضايا الكبرى للشعب المغربي، وكذلك عن الدفاع عن التطور المؤسساتي في بلادنا. وفي هذا الإطار فحقق الكثير لما كان على رأس النقابة، لا من حيث توسيع النقابة على عديد فئات من الصحفيين كانوا على الصعيد التلفزة أو على الصعيد الصحافة المكتوبة، ولعب أدوار مهمة كذلك لإدراج النقابة على الصعيد الدولي، كان ذلك على الصعيد العربي أو على الصعيد الدولي، ولعب أدوار مهمة كذلك في إطار تطوير الجسم الصحفي وتطوير المقاولة الصحفية في بلادنا من خلال تقوية وتكريس حقوق الصحفيات والصحفيين والعمل التسليمي. شكرا جزيلا. أبونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.